الشيخ حفظكم الله، في حديث لحوم البقر الذي جاء في آخره أنه لحمه داء، بعض علماء المعاصرين صححه، فكيف الجمع بين تصحيحهم وتضعيف بعض علماء السلف؟ ما أحتاج الجمع هذا. أتظن أن ربك سبحانه وتعالى يبيح لك ما فيه ضررك؟ نعم، ما يمكن. إذا كان أباح لحم البقر بنص القرآن، كيف يقال إن لحمها داء؟ هذا إذا كان الحديث الشاذ المخالف للأرجح منه في الرواية يرد، فالحديث المخالف للقرآن يجب رده. ولهذا نقول من صححه من المتأخرين وإن كان على جانب كبير من علم الحديث فهذا غلط، يعتبر تصحيحه غلطا. والإنسان يجب أن لا ينظر إلى مجرد السند، ينظر للسند والمتن. ولهذا قال العلماء في شرط الصحيح والحسن يشترط أن لا يكون معللا ولا شاذا. لكن إذا تأملت أخطاء العلماء رحمهم الله ووفقهم الأحياء منهم علمت بأنه لا معصوم إلا الرسول عليه الصلاة والسلام، كل إنسان معرض للخطأ، أما أن يكون خطأ يسيرا أو خطأ فادحا. أنا أرى أن هذا من الخطأ الفادح، أن يقول إن لحمها داء ولبنها شفاء أو دواء. سبحان الله، احكم على هذا الحديث بالوضع ولا تبالي. نعم.